الحجازي عبد الله بن جعفر بن علوي القطب الكامل نزيل مكة، ولد بالشحر وبها نشأ ودخل الحرمين وتوجه إلى الهند ومكث فيها دهلي مدة. شنو دهلي؟ في دهلي مدة له مؤلفات نفيسة. دهلي منطقة الشحر قرب عمان. آه نعم الشحر عند عمان. الله، وهي منطقة اللي فيها الأحقاف، يعني بين الشحر وعمان منطقة الأحقاف اللي كان فيها قوم هود. اي نعم، وله مؤلفات نفيسة منها كشف أسرار علوم المقربين، ولمع النور، ولمع النور باسم الله يتم السرور وأشرف النور. وقيل أنه تولى القطبانية وله كرامات شهيرة. مات بمكة سنة 1160. علي بن مشهور بن علي بن أبي بكر العلوي أحد السادة أصحاب الكرامات والإشراقات، كان مشهورا برؤية الخضر، توفي سنة 1144. بكرة الصبح خلنا نروح نسوي البنك إن شاء الله بعد صلاة الظهر. مولانا ليش في ناس الله يختصهم برؤية الخضر عليه السلام عن غيرهم؟ طيب هذه منازل ومراتب بفضل الله يؤتي من يشاء. أنا مرة كنت في جبل من الطبرات، خذ لك كلمة خلينا أخذ لك سبعة بس عندنا سبعة تبي شيء شو ندعي له؟ طلعت طيور قول دخلت الغرب والسمعة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لو واحد قال اشمعنى ما قالش لأبو بكر؟ قلت له دي خصوصيات ما فيهاش يعني مجاملات لأحد. يعني رؤية الخضر يقظة ولا منام؟ لازم اللي يشوفه يقظة ومنام ولا مو شرط؟ بيا يقظة يا منام ولا مراتب؟ على مراتب الأوليات. شكرا سيدي. الشيخ صلاح الجعفري مرة قال لي اللي قاعدين ذكرين الرجل اللي جه سال الجمعة اللي فاتت عن كذا وكذا، قالوا له قال ذاك هو الخضر. الفياضي كان يقعد مع الجعفري، حصلت الحادثة بحضورك؟ لا زعلان. ابعد عني. انت قلت كان يفتش عليكم بالاختبارات وكان يجيب لهم لحمه بالاختبارات. ما تسمع خلاص يا عم ورد بالراحه. لا لا كان هو الجعفري يدي لحمه عادي يدي له ما يديلوش اي مشكله. هو يودع على 1000 واحد وياخذ وياكلها ما بديش لحد، ايه المشكله يعني. المهم نكمل. عبد الخالق بن وفي الاستاذ الكبير والعالم الشهير صاحب الكرامات الساطعه والأنوار المشرقة اللامعة، قطب زماني وقوث أواني، كان يحب سماع الآلات وامتدح وامتدحه شعراء وقته وأجازهم الجوائز السنية، توفي عام 1161.